عودة الروح للجسد، مش هقول غير كده. طبعا جماهير هي عصب كرة القدم، هي اللي بتدي حماس، بتدي متعة، بتخلي اللعيبة تجيب أقصى ما عندها في الملعب عشان ناس. هي كرة للجماهير معروفة، يعني شعار كرة القدم كرة للجماهير. طبعا هتلاقي فرق كبير جدا جدا جدا، لأن انت لما أي لعيب في الملعب لما يلاقي حد بيشجعه في هجمة ولا في كرة، هتلاقي الحماس زاد، هتلاقي المنافسة بقت أكتر. الجماهير زي ما كنا بنشوفها زمان بتحمس الفرق، يعني أكيد بتدي روح وحماس كبير جدا جدا يعني في الدوري. أهم حاجة بس اللي رايح يشجع عشان فرقته تكسب، مش عشان حاجة تانية. ما يبصش لحاجة تانية، ما يبصش الهتافات اللي بتبقى ضد دي مش حلوة. لا، انت رايح تشجع فرقتك، شجع فرقتك وحمس فرقتك ان انت عايز تكسب، عايز تتوج ببطولة، مش اكتر. مالكش دعوة بجمهور الخصم، مالكش دعوة بالمنافسين، فرقتك في الملعب حمسها مش اكتر. يعني خلينا بس نسميها بدل عودة الجماهير، عشان انا شايف المصطلح ده عمالين نقوله جماهير جماهير، هي عودة الروح لكرة القدم. لان هي كرة القدم اصلا ما تبقاش حاجة بدون الجماهير. الجماهير هي اللي بتقدر تخليك تحس باللعب الحلو في الملعب، هي اللي بتحفز الفريق، هي اللي بتمثل المشجع الاول ليك. فدي يعني خطوة مهمة جدا اتأخرنا فيها كتير من 2012، من ساعة وقعة مذبحة بورسعيد، واحنا عدنا نعاني فترة كبيرة ان احنا عاد بدون جماهير. فخطوة مهمة جدا جدا، وبنشكر الدكتور أشرف صبح انه قدر ياخد خطوة زي دي في المرحلة دي. اكيد طبعا زي ما حضرتك بتقول، او زي ما قلت لحضرتك برضو، ان الجماهير هي اللي بتمثل الدفع للعيبة، وهي الحافز لهم انهم يقدوا في الملعب. الفرق الجماهيريه اتحاد مصري الاسماعيلي هتستفيد جدا من وجود الجماهير بتاعتها في المدرجات. اهم حاجه يكون في تنظيم جيد للموضوع، بحيث ان انا يكون اقدر احكم العمليه، ما يبقاش عندي تسيف في حته الحضور. البيانات بتاع الجماهير، حتى لو كان في اعتراض على استخدام البيانات بتاع الجماهير، بس دي بتكون مهمه بحيث ان انا اقدر استفيد او اقدر ارجع لها لما يكون في اي حاله شغف في المدرجات. فكره وجود الجماهير مره تانية عندنا في مصر، خصوصا الموسم ده بعد ما الدوري بقى بدا يرجع تاني بقوه اكتر من قبل كده، هتكون فكره جيده جدا، وتنفيذها كمان هيكون موجود ان شاء الله بشكل جيد جدا. قرار كمان وزير الشباب والرياضه وخطاب الانديه بدأ من عن طريق اتحاد الكورة بوجود 3000 مشجع موجودين في الاستاد، و500 كمان من الفريق الضيف، وزائد كمان ال 1500 مثلا طالب الجامعي اللي هيكون موجود. هيبقى شكل كويس جدا، آلية جيدة جدا لعودة الجماهير مرة أخرى عندنا احنا في الدوري المصري. احنا مفتقدين لده بشكل كبير جدا. الدوري المصري دوري قوي جدا، مش أقل من دوري الخليج. شوف دلوقتي الدوري السعودي عامل ازاي، البادجت بتاعه عامل ازاي، بيتباع بشكل موجود ازاي على الساحه العربيه دلوقتي. انت مش عارف من ده ينقصك بس تنظيميا ليس اكثر. يعني لو قدرنا بس ان احنا ننظم ده هنستفيد منه بشكل كبير جدا. الفجوه اللي كانت موجوده قبل كده، قبل حل الروابط ما بين الالتراس بجميع بقى انتماءاتها واتحاد الكوره او وزاره الداخليه وزاره الشباب والرياضه، لو ده اتظبط دلوقتي خصوصا بقى بعد حل روابط الالتراس، الموضوع هيكون سلس جدا وما فيهوش اي مشكله. احنا شفنا ده في مطوشة المنتخب 2006، ودلوقتي كمان في 2000 وتصفيات كاس العالم في 2018 في ماتش الكونغو، وغيرها من مطوشة الاهلي او الزمالك في بطولة افريقيا. يعني اهلا بكم من جديد بعد هذا التقرير وراي النقاد الرياضيين في مساله عوده الجماهير الى المدرجات خلال الفتره القادمه. ولكن الجمهور المعني بهذا الامر، ما هو رايه في مساله عودته الى المدرجات من جديد وحضوره لكل مباريات الدوري؟ لان اتفقنا منذ البدايه ان مباريات كاس مصر ونهائي الكاس العام الماضي حضرت فيه جماهير، والمباريات الافريقيه تحضر فيها الجماهير منذ سنوات، لكن مباريات الدوري لاول مره تعود الجماهير بعد سنوات طويله. اذا المعني بهذا الامر هي جماهير كره القدم بشكل خاص. نتابع في هذا التقرير راي الجماهير في هذا الموضوع، ثم نعود الحديث بعد هذا التقرير. طبعاً عودة الجماهير فرحة كبيرة لينا، لأن احنا بنحب نروح الاستاد وبناخد زمايلنا وبنروح الاستاد وبنشجع فريقنا، وده طبعاً بيعود على الكرة المصرية والمنتخب وعلى فريقنا بنتيجة إيجابية. أتمنى إن شاء الله بإذن الله نرجع نرجع جماهير تاني ونرجع الاستاد تاني ونشجع فريقتنا ولاعيبتنا بإذن الله. احنا لو بدأنا بكده وإن شاء الله العادي يبقى أكتر وأكتر وأكتر، إن شاء الله يبقى أحسن بإذن الله.
اهم حاجه الالتزام، وان شاء الله ان الناس تلتزم وتبقى نتبع تعليمات الامن، وان شاء الله تبقى حاجه كويسه باذن الله. انا شايف ان القرار هو مفيد جدا رياضيا واجتماعيا. اجتماعيا طبعا احنا بنقول للناس رساله للناس اللي بره ان احنا بلد امن وامان، العالم كله ان احنا عندنا امان وعندنا لا تعالوا، ان موضوع عدم وجود الجماهير مؤلم شويه، لكن طبعا القرار ممتاز ونتمنى ان الجماهير تعرف يعني ايه ان الناس قالت يلا خشوا وتحافظ على روح الرياضيه. كلنا بنحب اهلي زمالك اسماعيلي مصري، كلنا مصريين نشجع فرقتنا وبس، لكن بلاش نعدي اكتر من كده، احنا بقالنا كتير ما رحناش. لكن يعني الواحد بيروح لمصر مثلا يتفرج على ماتشات مصر بيبقى رايح لمصر، لكن انا عن نفسي مش عايز اقول انا نادي ايه، بس انا بحب النادي بتاعي وبروح بسقف مع اللعبه الحلوه، ولو الفرقه التانيه جابت جون كويس انا بسقف، لان المفروض الرياضه كده غالب ومغلوب، روح رياضيه. انا النهارده مغلوب بكره هكسب اكيد طبعا، يعني مثلا جماهير الاسماعيلي جماهير المصري الاقاليم اللي هي بتحب الكوره دي لو التزمت صح هيبقوا 10 و15 ويبقى خلاص المدرج بتاعكم، وده حاجه جميله قوي، ويا ريت تتمنى ان احنا ان نتحسن في المستقبل. مباراه غير جماهير ما تنفعش، لازم الجماهير ترجع، لازم الجماهير ترجع. انا شايف لو حتى يخلوها 20,000 جماهير مباراه من غير جماهير ما لهاش روح، لازم يلتزموا يكون في تفتيش وتدقيق.